من عند تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع الأرجنتيني جيمس باركر لتدعيم صفوف فريق كرة اليد في النادي خلال الموسم المقبل. وقع اللاعب على عقود الانتقال لفريق النادي بعد الاتفاق مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات. طبعا زي ما انتم عارفين فريق يد نادي الزمالك لسه فايز ببطولة السوبر خلال الأيام اللي فاتت بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية، والفريق طبعا إن شاء الله هيسافر لتونس النهاردة لخوض البطولة العربية وإن شاء الله نحقق اللقب المؤهل لكأس العالم بالسعودية السوبر كلوب.